أهلا أهلا أهلا، وأخيرا وصلت ألبومات ون هو. هذا البارت الثاني من ألبومه لوف سينينم. جات مع الطلب المسبق دي الفوتوكارت اللي زعلانة وماني مستوعبة لين دحين ما جاتني بوسترات. تخيلوا سيقول هو يعني هل بس أنا الوحيدة اللي ما جاتني بوسترات؟ مرة مرة زعلانة. كانت صوره، شفت الصورة الأولى، الصورة الثانية دي حبيتها، أنا كده مسوي كيسي فيس. هذه ألطف صورة الصراحة، كيوت. ما أدري ليش دي الفترة أحس ونهو كيوت أكتر من هو جانبه الآخر السكسي. أحسه مرة كيوت كده. اليوم كمان شفت اللايف حقه، بحط مقطع منه وهو يسوي حركات نهاية الفيديو، مرة لطيف. ومرة متندمة إني ما كنت في ماش، تعرفوا إنه ما دخلت في جو أول ألبوم اللي نزله، مع إني مرة حبيت الألبوم، بس ما أدري ليش ما اشتريته أول ما نزل. بس حبيت الصراحة من الألبومات الثلاثة الكلمة بيرفكت قليلة فيها حرفيا، والله مرة حلوة مرة صراحة. أخذ لي قلبي، تعرف عندي نمبر وان دايما البايس، نمبر واحد. الأول عندي شيومين، طيب هي فجأة هذا بطلع بيصير نمبر تو. مرة 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 حبيته. شايفين كيف كل شيء حرفيا في الألبوم؟ أحس مرة 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 متعوب يعني عليه، متعوب على التصوير، متعوب على الأفكار. حبيت إنه كيف كاتب كلمات الأغنية، دحين مكتوبة كلمات الأغنية على جسمه. مرة حبيت، مرة أحبه، مرة أحبه. جميل، روحه جميلة جدا. ذاك اليوم أنا بتفرج له، شايفين هنا كيف؟ أوه ماي جاد، حبيت كنت باشر، حبيت البلوزة مرة كده تحسوها، تعرفوا ايش يقولوا لها؟ شكلنا شفافة، بس هي شفافة، ما هو باين ترى مع التصوير، بس انها مرة حلوة. واو، هنا حرفيا وانا ما افتح الالبوم جالسة اغمض عيني اول ما شفت الصورة انه بدون تي شيرت، قلت لا حنين، بس انه مرة حلوة حبيت. نظرات كده تديني شيء جميل. نسيت ايش كنت بقول. كنت بتفرج لي ولايف وهو بيرقص لنا حقت اغنيته اعتقد لوس، رقبته وجعها في اللايف الثاني، قلت له كيف حال رقبتك؟ بس ما رد لي. واليوم لما فتح اللايف حقه كان، لو تدروا انه هو دحين صبغ شعره كده اصفر، انا واحده كتبت له راس الليمون، فراح عجبه التعليق لأنه قري، قال راس الليمون. بعدين لما راح الانستا كتب راس الليمون وحاجة زي كده، حسيته مرة لطيف. تخيلوا، أقول لكم شيء، مرة مقهورة، ما أعرف قديش وي لو تعرفوا ذاك اليوم قديش أنا كنت أسب نفسي، أقول حالي أنت غبية، بس أنا أقول أنا معليش، أنا ما أسب نفسي، بس يعني انقهرت ذاك اليوم مرة. كنت بنتظر حفل فان ميتينج، تخيلوا وجها لوجهي، مو وجها لوجهي يعني في الحقيقة، يعني كام، تخيلوا ما منهو، تخيلوا راح علي، سبحان راح علي التسجيل. كان المفروض يكون 6 المغرب انه ادخل على الموقع، وذاك اليوم كان اخوي راجع من جدة وشدتني هرجته، ونسيت انه لا عندي فا انه اسجل في حق الفان ميتينج. شو اقول،
مو منك، من الهرجة اللي بتسمعي. مرة انقهرت، مرة انقهرت. بعدين جالسة أرجع في نفسي، لأنه هو في نفس يوم حفل، وين هو اللي هو يوم 27 حفل شي يومين. فجلسة أرجع لنفسي أقول خلاص اللي خليكي لا تزعلي حنين إنه في حفل شي يومين تتفرجين في نفس اليوم. بعدين تخيلوا اليوم وأنا بتفرج اللايف حقه بيقول بيسوي الفان ميتينج بكرة. يعني لو أنا وأنا بكلمكم دحين حيكون الفان ميتينج يوم الأحد. جالسة أقول خلاص نفسي لا تزعلي، في opportunities كثيرة في الحياة. فمرة انقهرت، مرة الصراحة انقهرت. ولا وكذا هو طريقته بيقولها إنه مرة متحمس إني أشوفكم بكرة يا وينيز. مرة حبيت، مرة زعلانة من نفسي. بس الصراحة تذكرة الحفل ما قدرت اشتريها، لأني اشتريت أغراض شيومين حقت الحفل اللي هو شيو تويت. ليش بتكلم عن شيومين؟ بس بقول لكم لازم ما تعرف ليش. فمرة كسر لي ظهري سعر الأغراض، بس إنه زعلانة عشان ما أخذت فان ميتينج. إن شاء الله في البوم الثالث بإذن الله. هنا الصراحة أنا حبيت مرة أغنيته We Need. أعتقد إنه هو قصده كان يتكلم عنا نحن الفانز. حبيت مرة لوز، حبيت مرة يا ربي نسيت، فاكرة الكلمات في راسي بس ماني عارفة إيش اسم الأغنية. ومرة عجبني إنه كل ألبوم السي دي نفس لون الألبوم. حركات والله إنه فنان. حبيت الألبوم مرة، حبيت كل الألبومات مو بس ده الألبوم الصراحة. عاد أحلى شيء المفرحات، أسميها مفرحات. هذه نفس الصور كده تخرج، بس أنا ما حخرجها. أعتقد تخليها تحطيها على المكتب حقي. هذا بوست كارت، هنا دي زي الستيكر تخيلوا، مرة كيوت. هذي بوك مارك، مرة حبيت وياكل الكرز، مرة شكله حلو. هنا ايش سموها دي، الكارد اللي تسوي لك السكراتش. بعد حين بسوي سكراتش، بس للأسف ما أعرف إيش مكتوب فيها. بس لو لقيت إن شاء الله بحط الترجمة. شفتوا كيف شكله في الفوتوكارت؟ مرة كيوت. أنا دائما أقول إنه ما أبغى شيء مكرر، أهم شيء إنه ما يجيلك شيء مكرر. فأنا مرة مبسوطة إنه دحين أول الفوتوكارت، حتى الفوتوكارتات الجاية هتشوفوها ما هي مكررة. مرة انقهر لما يجيني شيء مكرر، يعني زي ألبوم بلاك بينك انقهرت إنها جاتني ثلاثة أعتقد روزي واثنين جيني، أو اثنين جيني واثنين روزي. مرة انقهرت. شايفيني كيف شكله قلب صغير دايما، من أول كل ما شفتي صورته أحس بو ياكل يا كرز أو تشيري توميتو أو ايش سموه الخوخ. يا ربي ايش، ماني قادره اجمع. المهم انه مره شكله حلو. دحين شايفين شعره هنا في التصوير دي، دحين صبغ شعره مره ثانيه نفس اللون، بس قص شعره مره، حبيت شعره الطويل. المهم انه شكله مره حلو، مره جميل ما شاء الله. كل ما اشوفه هو افتكر البنت اللي خرجت من مونست اكس. حسبي الله هي وبي اي. نفسي اكترها معلش، عشان خرجت ناس، خرجت البايس حقي من الفرق. يعني بايسي كان من مونست اكس هو و ايام، ومن ايكون كان بي اي. شوفينا كيف الشيرت مفتوح، ما يستحي. ما اعتقد كل المومات انه فاتح تيشيرت ولا بدون تيشيرت او بروزة. مرة كيوت. مرة اعتقد هو طلع بدا الترند
اللي أسستها مسكوكة من فوق وبعدين مفتوحة كله ببطة بايضة، صح ولا؟ ايوه، عشان يبين الابس اعتقد. ايوه، هو افتكر هو اول واحد بدأ بالترند، غير طبعا كاي اللي بدأ بالكروب توب، بس هو اعتقد اللي بدأ بالسستة، ترند السستة. اوه، مرة حبيت هادي الحركة اللي ماسك البلوزة بفمه وما ادري بشفايفه وما ادري بايش. وي 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 جميل، الله يهديك. نشكر أمك وأبوك اللي جابوك. قشطة قشطة، مرة شكله جميل. ترى ما أشوفه أما حيني شفت الألبوم، بس بتفرج وكده شفته أول مرة. مرة حلو شكله. هنا شايفين ماسك فلاش لايت، يسلط علينا الضوء، يحسسنا بالأهمية. اوه مرة كيوت، حبيت كل الصور. الصورة ما هي كيوت، بس هو كيوت يعني. انا ترى ما طالع في وجهه، هو كيوت. احس مستحيل الناس اللي ما يعرفوه، ما يعرف شخصيته، مستحيل يقولوا انه هو شخص اصلا كيوت مع الابس حقته دي. ما يعرفه هو نونو، اقسم بات الله نونو. اليوم هو كيف يغني وكيف، لازم تشوفوا الفيديو للنهاية لاني ححط الكليب حقه كيف يغني. كان بيقول انا مع السلامة، سوى كده حركات. تحس اللون الاحمر عليه مرة حلو. اكتبوا لي في التعليقات مين ايش اكتر اغنية حبيتوها، ولا تنسوا تسووا صح سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل شي جديد انزله. ان شاء الله الفيديو الجاي يا حيكون البومات كات 7، زعلانة انه ما تفكروا، يا تكون ساوند تراك او البوم ترو بيوتي. اكتبوا لي في التعليقات ايش تبون يفك. هنا هو ياكل اندومي، تصدق انه بعد ما شفته ياكل اندومي رحت سويت لي اندومي، اشتهيت مره. مره كيوت، شايفين كل البوم السي دي نفس لون الالبوم، صح افتكرت. خليني اروح انزل الاغاني على الجوال. الحين شوف المفرحات، قلب الصغير لا يتحمل. او ماي جاد، شايفين ده؟ مرة شكلي حلو، مرة شكلي حلو. واي واي واي، ياكل حلاوة. هنا متخبي تحت شو اسمه، جاكيت. مستحيل بالله، مين منكم مرة حبيت انه ياكل اندومي؟ مين منكم كيوت كيسي بيس؟ مين منكم، خلينا نرجع هرجع، مين منكم من الأشياء اللي تيجي مع الألبوم يعني زي كده السكرات يفكها؟ اكتبوا لي في تحت، اكتبوا لي في التعليقات. أبى أعرف هل هو أنا الغريبة الوحيدة اللي ما تسوي شيء في الغلط حقتها؟ زي ما قلت لكم إذا لقيت الترجمة ححطها في الجنب، بس للأسف من أول ألين دحين، ألين اليوم صورت الفيديو قبل يومين، ماني لاقي ترجمة للأسف. بدور، لا يوجد ترجمة، حاولت أترجم بمترجم جوجل بس ما في. يكون اندومي، اشتهيت اندومي بس طالبة بيك. حبيت. ايوه يا الله، هذا لبسه واي 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 واي، ما انه ما هو مبين. مودة، لحظة، مودة، لا تفهموني غلط، مودة لبس دحين أوريكم. هو اللي بعده كده لابس زي الفنينة بيضة من تحت، ولابس عليها شيء زي البروزة كده لونها جملي بني غريب. حبيت اللبس مرة، كل اللبس حلو، بس ذاك أنا مع إنه مو مبين شيء من جسمه، بس مرة حلو.
مرة حلو يعني شايفي لاصق الشيء على رجله كيس مدري وش مسوي. الحلو في كل صورة لو شفتوا كلام مكتوب عن نفس الشيء يا يكون من ألبومه القديم يا يكون كلمات من أغاني ألبومه الجديد. شوفي يعني كاتب على الكيس losing you اللي هو أغنيته جديدة مرة حبيتها. ايوه شايفين ده اللبس مرة شكله حلو يا مامي بتطالع لي كده. ترى هنا واقف اذا ما هو باين عندكم واقف ماسك قزاز مكتوب عليه شايفين كيف جاي الصورة حبيتها. هو ماني عارفة هي الحركة اللي عجبتني حقت القزازة ولا هو عجبني لبسه والله الله أعلم. بس كل شيء كان perfection perfect ما أعرفش أقول أحسن كلمة في العالم أوصف بها وانه حلو مامي. شايفين تفتكروا أول ألبوم كان شعره أسود في المومين دي شعره كده أصفر. يا ربي مرة أنا تحلو أنا وأنا بتكلم مرة غابطة الناس اللي حيكلموا بكرة خلاص حنين عندك شو يومين هنا مرة حلو هنا زي الباد بوي. حس من زمان ما شفته بدال ستايل غير في مونستر اكس آخر شيء سيبوكم من البوم القديم حسوا ما كان زي كده. بس حبيت الصراحة ما أدري نفسي مرة قص شعري كده قصير مرة حلو مرة جميل. شفتون كيف نظراته في الأول؟ شوف كيف رفع حواجبه. هنا تخيل الحين ناسي بعد الشيرت وعليه تخيل يلبسه شايفين؟ هو ايوه هو لبسه. انا اتطوع اني اخذ التيشيرت بعد ما لبسته. اعتقد ترى كان مو لابسه اعتقد كده حاطه على جسمه والله الله اعلم لانه ما هو باين انه كانه لابسه صح ولا لا ولا تهيألي انا. هنا مرة عجبتني دي الحركة كيف راسي مرة شكله حلو. لابس نفس البنطلون حق اللبس حق اول قلت لكم عجبني. مرة حلو ما شاء الله وي بيشرب ايش كان. شايفين كل ألبوم نهايته مختلف عن الألبوم اللي قبل حلو مرة الصراحة عجبني. أنا شفته حاطط الكيس على وجهه أهبل. ايوه ain't about you هذه الأغنية مرة حبيتها. we need to lose ايش كمان يا ربي نسيت ايش كمان عجبني السي دي زي ما انتم شايفين الحين المفرحات والله كاني بشوفها اول مرة. شوف واي من ال جست تصير انها عجبتني. اوه يا كل اندومي كيوت مرة حبيت واو مرة حلو الصور والله كني بشوف اول مرة مرة عجبتني الصراحة. شوفي جاتني اثنين بوك مارك نفس الشيء للأسف والسكراتش كارد برضو للأسف جاتني اثنين نفس الشيء. هي الكل ألبوم المفروض إنه أنتي وحظك يعني تجيكي مثلاً هذا الألبوم لونه أزرق غامق اللون الأزرق الفاتح واللون الأزرق الوسط
لان هي ثلاثة فوتو كاردات كاردات قصدي ثلاثة سكراتش كارد مختلفة. بس كده وصلنا نهاية الفيديو، اشوفكم باي.